حضراتكو. وتاني هقول قبل ما اختم، أرجوكوا أميتوا الباطل بالسكوت عنه بعد بيان الكنيسة المصرية الخاص بالمدعو القمص المشلوح. أرجو وأطالب من الإعلام بكل أشكاله، بتكلم على صحافة، بتكلم على تلفزيون، بتكلم على إذاعة، بتكلم على مواقع إخبارية، بتكلم كمان على السوشيال ميديا، نحن ما نتناولش الموضوع ده خالص. لازم يا جماعة يكون عندنا قدر من الوعي، خصوصا أنه هذا الموضوع قديم من 2003. احذروا الوقوع في الفخ، انتبهوا من المتربصين بهذا البلد، وبلاش نركب الترند على حساب الوطن. فياريت الجميع نقطة ومن أول السطر. شوفكم بكرة على خير، مع تحياتي عز مصطفى، وإلى اللقاء.